تابع الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان الموقف التنفيذي لمشروع سكن بديل العشوائيات الجاري تنفيذه بمدينة العبور الجديدة، مشددا على دفع العمل بالمشروع وتنفيذ الأعمال بأعلى جودة وكفاءة وسرعة تذليل أي عقبات إن وجدت. وأوضح وزير الإسكان أن تنفيذ المشروع يؤكد توجه الدولة نحو مواصلة الجهود المبذولة لتوفير الوحدات السكنية اللائقة لمختلف شرائح الدخل، وكذا توفير الحياة الكريمة للمواطنين، وذلك في إطار استراتيجية الدولة لإنشاء مجتمعات عمرانية حضارية متكاملة الخدمات. قرر الدكتور علي المصلحي وزير التموين والتجارة الداخلية مد المهلة المحددة لحائز الأرز الشعير والأرز الأبيض حتى الأحد القادم الموافق 4 ديسمبر، وأكد الوزير أن القرار يأتي للصالح العام ويأتي في ضوء التعاون الوثيق بين وزارة التموين وأصحاب المضارب وحائز الأرز سواء من تجار أو مزارعين لتوفير الأرز الأبيض للمواطنين بسعر عادل للجميع وطبقا للتسعيرة التي أقرها دولة رئيس الوزراء. أعلنت وزارة الزراعة أنه خلال الفترة من 16 من أكتوبر حتى 17 من نوفمبر تم الإفراج عن 756 ألف طن من مستلزمات الأعلاف، منهم 532 ألف طن ذرة و 224 ألف طن فول صويا وإضافات أعلاف بحوالي 370 مليون دولار. وتعقد لجنة متابعة الإفراج عن مستلزمات الأعلاف المشكلة من وزارة الزراعة ومجلس النواب والبنك المركزي واتحاد الدواجن اجتماعا اليوم الأحد لمتابعة آخر المستجدات والتطورات. أعلن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي إطلاق مبادرة حبوب من أوكرانيا للمساهمة في دعم الدول الأكثر فقرا في إفريقيا بالغذاء، وذلك بمناسبة ذكرى 90 للمجاعة التي شهدتها أوكرانيا السوفيتية ويطلق عليها اسم هولودومور. وأشار زيلينسكي في بيان له إلى أن المبادرة ستتضمن إرسال 60 سفينة محملة بالحبوب الأوكرانية إلى الدول الأكثر فقرا في إفريقيا، وذلك بحلول منتصف العام المقبل 2023. فاز منتخب فرنسا على الدنمارك 2-1 في المباراة التي جمعتهما ضمن الجولة الثانية بالمجموعة الرابعة بكأس العالم 2022 في قطر، وبهذه النتيجة يكون منتخب فرنسا أول المتأهلين لدوري 16 في المونديال بعدما رفع رصيده إلى 6 نقاط بعد الفوز في الجولتين الأولى والثانية.